السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيوات بنات أمجاد من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة اللي جاتني على صيغ الواتساب ونزلتها، ولا بليبار ديال البنات أو عامة ديال الناس طلبوا مني أن ننزلها ليهم على القناة ديالي، فما بخلتش عليهم. وهذه الوصفة ديجا المارينات ديجا أنايا منزلها، ولكن دابا نبدلها. كما كتشوفوا عندي هنا 3 قطع ديال الدجاج، كما كتشوفوا عندي البيلو مع الأودوكويس ديالو، يعني عندي الفخد والمرافق ديالو. كما كتشوفوا غسلهم مزيان، منقياهم. أنا كما قلت لكم كنغسلو بالملحة وسكنجبير والحامض والخل باش كنحيد ديك كل شيء ديال الدجاج ديالي، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. هنا كي كتشوفوا بيكيتهم بالموس كما كتشوفوا، وهذه هي المارينات ديالي اللي كندير واللي كتجي رائعه. كما كتشوفوا عندي معلقه كبيره ديال البابريكا، معلقه كبيره ديال التوابل ديال الشواء، عندي معلقه ديال الملح، معلقه ديال الابزار، معلقه كبيره حتى هي ديال الثومه المجففه واللي ما كتكونش عامره، معلقه كبيره ديال البصل المجفف، وعندي هنايا الموطارد المحبب او الموطارد الانسيان، هذا كيبقى اختياري. ولا ما كانش متوفر عندكم كديروا الموطارد العادي ديالنا، والموطارد كيعطي واحد المذاق بنين للدجاج ديالنا. وعندي هنا الخل ديال الحامض، وعندي زيت الزيتون هو اللي غنزيدو الوصفه ديالي. هادشي كامل غادي نديرو، غادي ندير انا كي كتشوفوا غادي نزيد درت زيت زيتون. هنا عندي تقريبا جاي ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي نخلط هاد المارينات ديالي. هنا بعد ما كنخلط المارينات ديالي كنبدا نحط الدجاج ديالي وكنمارينيه مزيان. هنا بعد ما مارينيت الدجاج ديالي غادي نديرو شويه الزعتر، غادي نديرو ما بين ايديا بحال هكا، كنحكو وكنلوحو باش كيعطيني داك المذاق الرائع في الدجاج ديالي. دابا غادي نخليه على جنب، وباش ندوز المقبله اللي غادي عفوا المرافق اللي غادي يمشي مع، يعني الكومبانيمون ديال اللي غادي يمشي مع الدجاج ديالي. كي كتشوفوا معايا حبيباتي هنا غندير لابوري كما قلت هو اللي رافق مع الدجاج. هنا قطعت البطاطا حلوه غندير وحده، وهنا درت جوج بطاطات. هنا كتجي زوينه لابوري مع البطاطا حلوه والبطاطا العاديه. وهنا كي كتشوفوا حبيباتي طاب لي الدجاج، ونتلاقاو ان شاء الله ملي نصايب في لابوري ديالي. بعد ما سلقت البطاطا ديالي هنا طابت، زدت عليها جوج فرماجات، وغادي دابا نمعكها بحال هكا. عفوا نشدها بايد وحده وختمها بايد وحده. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش بحال هاد المعكه ديالي، هي كما كتشوفوا اللي كتمعك مزيان البطاطا ديالي، كيقدوا يديروا لاباراي هذيك ديال اللي كنطنوا بها الحوت مانيوال، حتى هي كطحن حتى هي كتخرج نفس الطريقه باش تجينا البطاطا ديالنا ليس. دابا منين طحنتها مزيان كما كتشوفوا غادي نوضعها في كاسرونه ونزيد عليها شويه الحليب ونخدمها بلا سباتول. هنا كي كتشوفوا حبيباتي درتها في الأبوطة وغنبقى نقطالي فيها بحال هكا، ودرت تقريبا جوج معالق ديال الحليب ماشي بزاف. هنا كي كتشوفوا معايا كنحصلوا على بطاطا ليس، تقريبا درت 4 المعالق بالضبط ديال البطاطا ديال عفوا ديال الحليب. كي كتشوفوا كتجيني البطاطا ليس وكتجي رائعة ومذاق رائع. وبالنسبه للتوابل راه غادي نقول لكم بانه اللي ما عندهاش البهارات ديال الشوا تقدر تكتفي بالبهارات الاخرين، والمطار اللي ما عندكش المحبب تقدر ديري العادي. هذوك البهارات اللي جبتهم كيعطيو نفس النكهه دول هذوك البهارات اللي كيكونوا في البلاستيكيه ديال اللي كيتباعوا مع الفكنور في الاسواق الكبرى. فهنا كانت بروبوزات عليا واحد السيده، فقلت لها انا غادي ننزل لكم وغتحسي بنفس البهارات اللي كديري ديال الفكنور، فهما اللي كندير انا ان شاء الله، وكتخرج لنا ديك النتيجه ديال الدجاج. تلاقاو دابا عند التقديم ديالنا. وكي كتشوفوا حبيباتي وهذا هو التقديم ديالي، كما كتشوفوا الدجاج اللي جا على هذه الطريقه، قدمته مع شويه طوماط سوغيز، وهنا اكتفيت البطاطس اللي كتجي ليس بحال هكا. وكما قلت في الثاني فيديو بان لما عندكمش لا مارينات اللي درت انا غتقدروا تكتفيوا بمارينات سامبل بحال اللي فيها، وما عندكمش مارينات ديال
يعني توابل الشواء، فماشي مشكل. تنتمنى تعجبكم الوصفه وتنال ارضاكم وتبارطاجوها مع اصحابكم وحبابكم، وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بجديد. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله.